نقرأ الآن أمانة يا ناصر، هذه الساعة ماركة ولا تقليد؟ أمانة. أوه عطيني العدني. هذه ساعتي والله الضمان حقها في السيارة. خلاص الآن الساعة، ما خلي الجمهور يحكم. تعال يا سالم جيب ساعتك وساعتي، حط للجمهور يشوف. والله خليت يعرق. لا كذا دخلت في أولويات. بقول لك صل على حبيبي أبو. أنا أقول والله إنها أصلية. جيب لا أنا ما قضية حلف. لا تجيب كذا. انت جالس تسوي اعلان ترى. لا ما اعلانات. ما اعلانات اصلا، ما خلي الجمهور يحكم. هذه ساعتي. طيب وهذه ساعتي. طيب خلاص شيل يدك، شيل يدك. لا ما اشيل. اخي انا كاوي الثوب لين اقول. ها قولها قدام الناس، هذه الساعة ماركة ولا تقليد؟ ها انا اجيب الجمهور، ما يحتاج تضغطني. انا هذه هذه تدري الاصلية في كم؟ حلو. يعني خلاص ما جد وصل المعلومه نواب بوزير قال لي، نواب حبيبنا قال لي بكم ارسلت له صوره سلطان بروناي ساعته بسبعة مليون، هي اللي مثل هذه تشبه هذه، وانا ما عندي سبعة مليون، فايش فحاولت البس ايش طاقي. الله اكبر. طب استاذ ناصر انت ما تقول لك الان ساعتك كم؟ لا احنا موضوعنا الشاي والقهوه، ما موضوعنا الساعات. الحلقه الجايه اجيب ساعه اصليه عشان انا ادعم. انا شوف الاجابه، اقسم بالله انك برد قلبي والله. كل يوم متكيلي، كل يوم اصحني، كل يوم عشان ما عنده اخوان كبار. كفو والله انك رجال يا شيخ حبيب قلبي. انا مكرم والله. تدري الشباب كلهم يا النقيب، وانا جاي قالوا لي اليوم ترى النقيب في الحلقه، فهمت؟ احنا البارح لما كنا ايش مين يكون معنا، قالوا النقيب. قلت لهم ليش انتم مبسوطين جاي النقيب؟ قالوا لي الوحيد اللي يقدر لك اذا جاء النقيب تكون نتيجه متعادله، لاني اذا كان عبد الرحمن الحال واعدم البارح عدم. هذا تصريح هذا قوي الشيخ عايد. اسمع والله انا بتعلم عندك، والله لازم اتعلم عندك. لا والله شفت بتكسب الناس. ايوه خليك اطيب منهم. اكيد ما يحتاج. تبى تعيش سعيد بس هذا مشكله دماغك. والله واذا اردت ان تكون احسن انسان كن. لا واذا اردت ان تكون افضل واذا اردت ان تكون افضل سجان فاحسن الى الانسان. الله نعم. اكبر. واذا اردت ان تحسن الى الانسان كن افضل سجان. كن فاصل ونصر.